السلام عليكم أعزائي الباحثين وطلبة الدراسات العليا. المحاضرة السابقة كانت ضمن أدوات الرسم برنامج الديزاين موديلر ضمن الـ ANSYS Workbench، وإن شاء الله راح نكمل وياكم اليوم اللي هي أدوات التعديل. راح نبدي نرسم رسم بسيط، سكتش بسيط، مثلا ركتانجلر. سمنا هذا الشكل المستطيل. نجي قلنا احنا منين نعدل، نروح للدايمنشنز، ناخذ جنرال، ناخذ البعد الافقي والبعد العمودي. نجي هنا نفرض انه انا البعد الافقي 20 وان البعد العمودي 10، طبعا لا يعني لا على التعيين، راح يطلع عندنا هذا المستطيل. احنا هسه حاليا بادوات الرسم، هسه نجي الموديفاي. أدوات التعديل أول شغلة عندنا اللي هو نسوي الأركان اللي هو فلات، اللي هو الأقواس منحنية. يعني دا يقول لك الريديس ايش قد تريده، يعني انت ايش قد تريد يرجع هذا اللي هو الركن مال المستطيل، كيف انت تريده حسب انت اللي عندك. نفرض انا 1 متر عندي، فأنا راح اسوي هذا الجزء، مجرد اضغط هنا واضغط على الركن الثاني راح يتحول الى كيرف منحني. هذا اللي انا ردته، تمام؟ هذا اللي انا ردته. اجي بهذا الجزء ايضا، اذا اجي اضغط هنا واضغط هنا تلقائيا راح يتحول. اذا هاي اول طريقه، مجرد احدد انه يابا انا اريد هيقط قياسه حسب القياسات اللي عندكم، واطبق على العمودي والافقي اللي هو اللاين العمودي واللاين الافقي، راح يتحول عندنا اللي هو الفلات. اللي بالثاني امر عندنا تشامفر اللي هو يكون حاد، فايضا يقول لك اللينث، اللينث اللي هو الطول من الكورنر الى ايش قد تريد انت، مثلا 1 متر. اجي هنا حتى يكون واضح عندنا، اضغط بهذا المكان، اضغط بهذا المكان، راح ينتقل عندي بهذه الطريقة. أجيب هذا المكان مثلا أيضا، ضغط الجزء الثاني، رأسا صار عندي تشامبر واضح، 1 متر المسافة ما بين الكورنر إلى النقطة اللي قطع من يمها هو 1 متر، ومنها بالجزء العمودي أيضا 1 متر. هذا اللي عندنا. في حالة عندنا هسه العمود الثالث اللي هو الكورنر. الكورنر شلون؟ أنا مثلا عندي هسه ذني مقطوعات، بس ذني إذا يلتقى ايش راح يسوي لي؟ يسوي لي زاوية عمودية 90. إذا أضغط هنا أضغط هنا راح يتوصل عندي يرجع زاوية عمودية 90، فما راح تصير عندي أي مشاكل. إذا هذا بنفس الحالة من هذا الجزء، مثلا أجي أضغط هنا، أجي أضغط هنا تلقائيا راح يربط ويرجع لي الزاوية 90. يعني أي لاينين انه ممكن اذا يعني عموديات، بمعنى انه الزاويه بيناتهم 90، اذا ممكن يربط لك اياهم في نقطه كورن. هاي امر الثالث. الامر الرابع عندنا الترم. الترم واضح يعني بالاوتوكاد عندنا الترم هو اللي يقطع النوافذ. بس مثل عندنا هذا، ممكن اقطع هذا الجزء الصغير او اقطع هذا الجزء ايضا، اقدر، ما عندي اي اشكال بالموضوع. هذا بالنسبه للترم. اجي هنا مثلا اوخر بق القوس، مساحه هذا مساحه هذا، بقيت القوس هنا، ممكن اشطب القوس ابقيه انه ما اشكال. اجي استخدم الامر مال اللي هو الكورنر الى هذا، اربط هذا ويا هذا، راح يجي يربط لي اياهم من جديد. اما بالنسبه لهاي المسافة، اكو عندنا الامر الخامس اللي هو الاكستند، اللي هو اللي يمتد. فنقدر مجرد انه انا الضغوط على اللاين راح يمتد ويصير يامن ويا اي لاين عمودي عليه، راح يتواصل بها بنفس النقطة. اوكي، اكو عندنا السبيلت اوت سيلكت، يعني انا اريد اقسمه لللاين. مثلا اقول يابا انا هنا احط لي نقطة، هنا احط لي نقطة، هنا احط لي نقطة. هاي شنو فايدتها؟ مسوي تريم امسح بس هذا الجزء،
امسح بس هذا الجزء، راح يبقى عندي جزء بالوسط ماكو اشكال. اذا هاي سبيلت ات سيلكت اللي هو اجزئ المنطقه او اجزئ الرسم او اللاين، هذا اللي عندي نقدر نشتغل عليه. الكات والكوبي يعني مجرد انه اي قطعه اريد اسوي لها كات والكوبي، مجرد انه اني اضغط على القطعه مثل هذا اقول له اريدها مثلا كوبي، فاحدد النقطه من متى تجي الكوبي، اريدها من هذا المكان، اريد وحده هنا، وحده مثلا هنا، وحده هنا، احدد نقاط باي مكان انت تريد. هاي بالنسبه للكوبي. الموف الكات مشابهة للقطات، تقدر تطبقها بإيدك ما عندك أي مشاكل بيها، هاي تطبق ولها واضحة ما بيها أي إشكال. عندك الأوفسيت، الأوفسيت شنو؟ مثلا أنت عندك في نقطة معينة تاخذ أوفسيت، يعني مثلا نسوي مثلا نقول تسوي دائرة سيركل، ايسو رسالة تسوي لها اوفسيت، ايش راح تسوي؟ راح نضغط عليها والنو نروح على موديفاي، نروح على اوفسيت، فتلقائيا طلع ايش سوالي؟ سوالي دائرة أخرى. فأنت بعد شو تبدي تحدد واحدة اثنين ثلاثة أربعة إلى ما لا نهاية حسب ما تريد، يسلسخ لك فكله كود كوبي. أدوات التعديل جدا بسيطة ضمن البرنامج، يعني ما بيها نطاق واسع، فهذه الأدوات الرئيسية اللي ممكن تحتاجها: الترم، الفلات، تشامبر، الكورنر، الاكستين، سبلت، يعني هذا التفاصيل تحتاجها، ما راح تحتاج أمور أخرى. إن شاء الله تكون واضحة محاضرتنا اليوم، قصيرة ومختصرة. هاي أدوات تعديل المهمة اللي ممكن تستخدموها ضمن السكتشات. إن شاء الله المحاضرة اللاحقة راح تكون كيف نحول الأبعاد اللي عندنا من ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية. إذا نتعلم شلون نرسم مودرن ثلاثي الأبعاد. بالتوفيق إن شاء الله.